ليونيل ميسي هو واحد من افضل اللاعبين في التاريخ، هذا اذا ما كان افضلهم. نزلنا المقطع اللي فات من تقليد مهارات الاسطوره ليونيل ميسي، جاب على طول مليون مشاهده، مهاراته اسطوريه. ايش رايك يا براء، دام اخوان بشار دائما بيرسلوا لي مقطع مهارات ليونيل ميسي، ايش رايك نقلل مهاراته اليوم نسوي جزء ثاني، مقطع ثاني؟ يلا يلا قدام. بس قبل لا نبدا المقطع ده، في سحب على كورتين من اليدس. كل اللي لكم اخوان بشار عشان تدخل السحب تشتركوا في القناه، فعل جرس التنبيهات، تكتبوا في التعليقات اي وسيله تواصل معكم، ايميلكم، حسابكم في الانستغرام او السناب شات، ولا تنسوا اللايك. يلا خلينا نبدا برا. يلا وحش. المهاره الاولى ليونيل ميسي هذه هي دقدق اول شيء بالكوره وبعدين من اول ملعب لاخر ملعب بالعرض، جابها كوبري في واحد. يعني خلينا نسويها. اوكي عاد يا اخوان بشار، راح ناخذ التحدي الثاني والثالث من هنا. التحدي الثاني زي ما انتم شايفين ميسي كان في كورتين، شاد كوره من خارج منطقه الجزاء، صقعها بكوره من جوا منطقه الجزاء، خلى الكورتين يدخلوا هدف. طبعا انا هذه اللقطه قلت لياسر انه ما يصد الكوره اللي فيها لانه هو اصلا عارف اللقطه، كان اهم شيء عندي اني اصقع الكورتين في بعض واخلي الاثنين يدخلوا هدف، لانه ياسر عارف اللقطه وعارف كيف اشوت اصلا، فصعب انه اخليه يصدها وانا ادخلها. خلينا نقول بسم الله ونشوف. هذه الأولى لكن جات في النص عند الحارس. ياسر ايش رايك نحسبها ولا لا؟ لا طبعا نحسبها، يعني هي 90%. 90%؟ انا استهبلت في الكورة اللي بالنص. انا تحركت ولا لو وقفت كانت هدف. صعب انك تجيبها بنفس الطريقة بالضبط بالملي حقت ميسي، لكن اهم شيء ان الكورتين سقع ببعض والاثنين جوا هدف. اهم شيء هذا. الحمد لله كذا نقدر نقول تقريبا جبنا التحدي الثاني بنسبة 90%، أهم شيء إنه الكورتين صقعوا في بعض والاثنين دخلوا هدف. عارف إنه ياسر الكورة الثانية كان يمدي يصدها بالراحة، لكن ما حبينا نعيد التحدي كذا مرة فحطيتها لكم أول محاولة. خلينا الحين ننتقل للتحدي الثالث. التحدي الثالث زي ما أنتم شايفين ميسي شات كورة من أول ملعب لآخر ملعب بالعرض، شاتها ودخلها في مرمى صغير. مشينا. يلا براء باص عيون. ها؟ متع عيوني. انا لساني بحاول استوعب، بس لسه المشكلة بس المرمى ما كان واضح كثير، لكن مرمى ميسي كان ابيض كذا واضح، هذا المرمى اسود داخل مع المدرج. اوكي يا اخوان بشار، التحدي الرابع والاخير. تمام، ميسي جاب بهذه اللقطة الكورة في التسعين اليسار، لانه هو بيلعب بالرجل اليسار، لكن انا الرجل القوية اللي عندي هي الرجل اليمين، صعب اني برضو اسوي تحدي لميسي برجل يسار رجل ضعيفة، فأنا برجل قوية وهو برجل قوية زي ما سوينا كل المقطع، أنا بجيبها في التسعين اللي في اليمين بإذن الله تعالى، زي ما جابها بنفس الطريقة. يعني أباك تجيب لي في المثلث. في المثلث في المقص بإذن يلا. الله. يلا. على طول خلاص عارف هي فين رايحة. هذا كان مقطعنا اليوم، يديكم الف عافيه على المشاهده. اخوان بشار طبعا فاز السلسله، ما اقصد بتقليد المهارات اي لاعب اني احاول اني استنقص منه ولا احاول اني اقارن نفسي فيه، كل اللي بحاول اسويه لكم في هذه السلسله ان نشوف المهارات حقت اللاعبين العالميين اللي هي خارج المباريات ونحاول نقلدها. قولوا لي مين اللاعب اللي تبغون اقلد مهاراته في المقطع الجاي من دي السلسله باذن الله. سهل مهدي شخص جدا مبدع في اليوتيوب، سوى معي لقاء في قناه تو ونزل الحين، اتكلم في لقاء عنده عن كيف كانت بدايتي وكيف بديت اتمرن كوره وقصه نجاحي في اليوتيوب. رابط المقطع زي ما قلت لكم موجود في الوصف وهذه الدائره، اضغط عليها وعلى طول بتوديكم لقناته. ابغى اشوف كل تعليقات في المقطع عند اخوان بشار. هذا حسابي في الانستغرام، لا تنسوا تضيفوني عليه، بنزل فيه اشياء مختلفه كليا عن اليوتيوب. هذا المقطع اللي فات لا تنسوا تشوفوه، وهذا الدائرة اضغط عليه، ولا تنسوا تشتركوا بالقناه عشان يوصلكم كل جديد باذن الله. وهذا المقطع فجروا وانشروه كل اصحابكم، قرب من نص مليون، وفي امان الله.